السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال جميل بيقول: هل التطبيق خطير اللي هو كاركتر اي اي ده، موقع بتقدر تعمل شات مع شخصية بتختارها انت، هل التطبيق خطير؟ لان اسمع ناس بيقولوا ان هو بيعرف عنك كل شيء في الحقيقة. كلام جميل، لازم الواحد يكون شاكك في المواقع اللي هو بيتعامل معاها، لان ممكن موقع تكون انت مثلا اديت صلاحية معينة ويكون الموقع ده بيهكر او بيستغل ثغرات موجودة او اي حاجه من الحاجات ديت. يعني ممكن تكون موقع مثلا تديله صلاحيات معينه، فهو من خلال الصلاحيات ديت يبدا ينشر حاجات على الفيسبوك او تويتر، حاجات ممكن تكون اعلانات، حاجات تكون انت مش موافق عليها وهكذا. بس انا الموقع دوت ما طلبش مني حاجه معينه او ما حسيتش بحاجه مريبه، لكن مبدئيا اي موقع احنا بنشتغل عليه نحاول ان احنا ما نحطش بيانات شخصيه عليه، يعني ما كتبش حاجات خاصه. على سبيل المثال اوبن اي اي بيدرب نفسه من خلال ان هو بيعمل معاك شات. في احد الشركات المهندسين هناك كانوا عايزين يجربوا حاجه معينه، فرفعوا الوثائق السريه بتاعت منتج لسه هينزل السوق، فبقى المنتج ده موجود اونلاين على اوبن اي اي، وبقى اي حد بيسال شات جي بي تي يجد الاجابه من خلال الملفات اللي اترفعت. رغم ان اوبن اي اي المفروض ان هو اخر معلومات عنده من 2021، لكن هو بيتدرب من خلال الشات اللي موجودة. فالواحد لازم يكون حريص، ما حدش يرفع صور خاصة، ما حدش يرفع صور اطفال، ما حدش يحط معلومات شخصية، ما حدش يفترض ان هو يعني مع حد امين فممكن يفضفض معاه بالاسرار الشخصية. الواحد يكون حريص جدا وهو بيتعامل مع المواقع اللي موجودة، لان ممكن يكون في ثغرات، ممكن يكون في مشاكل. نسطب على طول اي برنامج حمايه، اي برنامج ضد التروجن، لو في برنامج بيراقب الاتصالات وينبهنا ان في حاجه، برنامج انا مسطبه ومش واخد بالي، وانا فاكر مثلا البرنامج ده مثلا بينظف الملفات اللي بايظه في الويندوز، بينما هو موجود وعمال يبعت ملفات خارجيه او عمال يتجسس او حاول يسرق اسرار. على سبيل المثال في مثلا برامج بتبقى معمولة من التعامل معاها مع الكلاود، يعني مثلا في برامج بتبقى عجاز بتاعك ملوش علاقة بالكلاود، دي ممكن تعملها كراك. لكن المواقع اللي هي بتتواصل تماما مع الشركات الكبيرة زي اوتوديسك وادوب ومايكروسوفت، في حد ممكن يروح عامل معاه ثغرات او يعمل حاجة معينة بحيث انها تبعت له هو. فانت مثلا مسطب الفوتوشوب نسخة مكركة او نسخة مكرسنة او نسخة غير اصلية، وهي من تحت لتحت شغال، يعني عمالة تسرق منك معلومات وتبعت، تسرق معلومات وتبعت. فالواحد لازم يكون حريص تماما ان هو بيتعامل مع الكمبيوتر قدر الامكان، يعني يكون موسوس قدر الامكان. الموضوع فعلا محتاج تركيز شوية على اساس ما يحصلش حد يسرق الباسورد، حد يسرق الحساب بتاع البنك، الحاجات دي كلها. ما سطبش برنامج غير لما يكون عارف المصدر بتاعه، ومشغل الانت فايروس، مشغل الانت تروجان، مشغل يعني قدر الامكان. لو حد بعت لي رساله وانا شكيت فيها، واحد صاحبي وعلى طول بنتكلم بالعربي لقيته بيكلمني بالانجليزي، وانا عارف ان الانجليزي بتاعه زباله، لقيته انجليزي كويس، او بيكلمني خليجي، فلازم اشك. ممكن اتصل بيه اقول له هل انت اللي بعت الرساله دي ولا لا، لان موضوع الديب فيك والحاجات دي يعني بقى منتشر كتير جدا. موقع كاركتر اي اي، يا ريت لو حد قرا مقاله علميه او مقاله على موقع كويس، مش مواقع اللي هي بتاعت الشات ومواقع المنتديات الحاجات دي، حاجه تكون قويه ومحترمه، يا ريت يقول لنا عشان ساعتها هنحذر منه. يعني انا ما باخدش فلوس من المواقع ديت، فلو فيها حاجه غلط اكيد هقول. لكن انا شفت الموقع عادي، انا اصلا ما بكلمش حاجه، لا انا بكلم مثلا ليوناردو دافنشي وبسال شويه اسئله، بكلم شخصيات معينة عايز اسأل عنهم شوية اسئلة تاريخية. فأي موقع فيه اي شبهة او اي حاجة خالص لازم هنحذر منه، وبالذات يعني لو في موقع ثبت ان هو بيسرق معلومات او ان هو بيتجسس على الناس، لازم ناخد حذرنا منه، ولازم ان احنا ننبه الناس انها تبعد عنه. في مواقع كتيرة كويسة، في مواقع كتيرة بتحترم الخصوصية، في ضغوطات من دول اوروبا ان هو لازم يحترم الخصوصية بتاعت الشخص وما يسربش معلومات ويتأكد من صحة المعلومات. وأصبحت في قوانين دلوقتي في أوروبا، لو هو مثلا السوشيال ميديا معينة
لازم تراقب كل الحاجات اللي موجودة، لو أثرت واتنشر إشاعة من خلالها بتتحاسب، بينزل عليها غرامات. فبدأوا الموضوع يبقى إيه، يكون أفضل.